أبى أفهم شيء واحد، من قالكم إن الفيلر حل بنات ولا الفيلر حرام؟ لما الفيلر حرام ليش مصرح ومرخص من وزارة الصحة وما في اعتراض يسويه ذكر أو أنثى، رجال ولا حرمة؟ تشبه بالنساء وتشبه بالنساء، وش دخل تشبه في الفيلر؟ التشبه من ظهر بهيئته وشكله بمظهر نساء، هذاك تشبه. وثاني شيء ترى ما انا اول شخص ولا اخر شخص اسوي فيلر، واجد ناس سووا فيلر، وليش مرخصصون في العيادات اذا هو حرام ولا ما زين؟ فهموني، خبروني. يجيك واحد ولا واحدة حديثة نعمة ما زين حرام، او ان شكلك ما حلو ترى صار للأسوأ، ما حد طلب رايك يا اخي ولا راي شنتي، بفلوسي كيفي بسوي اللي اريد اسوي. انتشر مقطع لهذا الشاب يتكلم انه يعني الفيلر اللي هو الفيلر هذا ينفخ الشفايف للرجال انه حلال وانه مدري ايش وانه قانونا مسموح والى اخره من التبريرات. طبعا اكيد نحن كلنا نرفض هذا الشيء ونرفض يعني هيئه وشكل الشاب هذا بطريقته يعني قريبه جدا من وجوه الحريم. انا الحين ما جاي انتقده ولا جاي اسبه ولا جاي اتهجم عليه، ولكن انا عجبني رد دكتور طلال، ما شاء الله رد جدا مهذب ومفيد ايضا. دكتور مستعد انه يتبرع ببرنامج تربوي لهذا الشخص، عسى الله كذا ان يعني يهديه ويغير من حاله. في العاده احنا لما نشوف شيء خطا دائما رده الفعل تكون يعني هجوميه، بس عجبني حقيقه رده فعل الدكتور طلال، رد جدا محترم وعلمي وراقي، فيعني بخلاف الردود اللي ممكن نتوقعها من اي شخص اخر. فشكرا لك الدكتور طلال الرواحي على هذا الرد الذي يدل على يعني مستوى التفكير.